وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف شفاء الشبهات في القرآن؟ حجج وبراهين وأدلة يشفي الله عز وجل بها قلوب الشاكين. ولذلك المسلم وإن كان مسلما وإن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا غنى له عن ماذا؟ عن قراءة القرآن وتدبر آياته حتى يزيل ما يرد على قلبه من الشكوك. لا تظن أن الشكوك واقف إلى حد معين، بل هي بإرادة مستمر. بل حتى إذا ما كان عندك شكوك تحتاج إلى أن تتقوى حتى تكون على وقاية منها فيما لو وردت، وإلا أنت قوي. فتتقوى بقراءة القرآن وتدبره أكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى.